في حين يعني في يوم اعتقالنا قائد الشرطة الأمريكي عقد مؤتمر صحفي لكل وكالات الأنباء بالعراق أنه حققنا إنجاز بالقبض على خلية نائمة كانت تستهدف القوات الأمريكية وتريد تعيد تنظيم حزب البعث إلى السلطة، وكل وكالات الأنباء داولت هذا. في هالوقت تبين أن هؤلاء كانوا يعني متواطئين مع الأمريكان اللي انزعجوا من عودتنا، مرتبين أنه هذول بعثيين وعندهم اجتماع حزبي في مقر، في حين كانت بجانب غرفتي هي غرفة العمليات المركزية لبغداد. يعني واحد يسوي اجتماع حزبي في مقر الأمريكان، على كل كانت فرية مضحكة يعني في وقتها. فهم ما صدقوا الأمريكان، جاءوا اقتحموا المكان، وقبل ما يصير ساعة 10 وقبل ما يجي المشرف الأمريكي على التدريب صعدونا بالباصات واخذونا إلى المطار مكبلين، وبقينا هناك ما بين مطار بغداد وما بين البصرة. شقد كان عددكم؟ عددنا 15 واحد، كلهم دكتورة وماجستير، جميع الضباط 15 يحملون الماجستير والدكتورة، ورتبهم تتراوح من عقيد إلى عميد. كنت أنا اللواء الوحيد فيهم عميد كلية الشرطة، نقلهم مع الإساءات والتعامل السيء تعرضتوا لإساءات؟ نعم إساءة، وطبيعة الاعتقال أيضا كانت مهينة في وقت الصيف الحار وبدون أي يعني مي بارد، ما شربنا لمدة شهرين. بعدين نقلونا بالباصات اللوريات مو باصات إلى البصرة. هذا الطريق كل الطريق إحنا مكبلين، وعلى من بغداد من المطار إلى البصرة؟ إلى البصرة. ليش البصرة؟ صار نقلنا إلى هنا، يعني توجيه يجيهم من واشنطن بالتعامل معانا، نقلونا إلى هنا. هم حققوا معانا في المطار كوبر، هذا معتقل بالمطار، ما يعني تأكد لهم ما في. ودونا إلى قاعدة أيضا للاستخبارات اللي فيها في يسموه يعني معتقل الأسرى الحرب في أم قصر. أيضا بدأ التحقيق جديد ونفس العملية. ما بعدين وراء حوالي شهر رجعونا إلى المطار، مطار بغداد، وعقدوا محاكمة عسكرية كانوا بها ضباط أمريكان عسكريين. بس أمريكان؟ أمريكان، إيه، ما فيها عراقي. ما بها عراقي؟ لا ما فيها عراقي. اقتنعوا أنه ما لا يعني العملية إخبارية كاذبة ولا صحة لها. أطلقوا سراحنا بعد حوالي شهرين من الاعتقال.